بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذه العيادة متخصصة في الطب الجراحي والولادة، سي ماترنيتي. تابعة القطاع الخاص. إذن هذه العيادة يعني الان في العيادة السنوات الاخيره كاين فيه كثير من هذه النوع من العيادات تاع القطاع الخاص. حاجه اضافه مليحه، يعني مع كما نقولوا حنا فيه تضافر بين القطاع الخاص والقطاع العام لتطوير يعني المنظومة الصحية في الجزائر. حاجة مليحة يعني من ناحية نتكلموا في القطاع الصحي ولا غير رانا في الطريق الصحيح. يعني في كل حال فيه مستشفيات تابعة قطاع الدولة، راهي قيد الأشغال في كل خارطة، يعني فيه خارطة وطنية للمستشفيات الجامعية نتاع 240 سرير، في الخارطة وطنية نتاع المستشفيات مكافحة السرطان نتاع 120 سرير في كل وطن، في خارطة أخرى وطنية نتاع إنجاز المستشفيات نتاع الطب الاستعجالي الجراحي، وهذه فكرة جيدة، فكرة رائعة، راهي ماشية على مستوى كل الدوائر نتاع الوطن. في حوالي 400 دائرة في الوطن. شيء جميل، شيء نسميه ونعتز به. وكذلك فيه تطوير عيادات ومستشفيات في كل القطاعات، يعني متخصصات تابعة للقطاع الخاص. يعني فيه كل غضان غاب سير سير. إذن هذه العيادة تعطيب الاستعجال الطبية بني محافر، هي عيادة بني محافر. نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.